السلام عليكم. أي رحمن وارشدني وعلما نافعا زدني لإتيان بما ترضى من الأعمال وفقني بأخلاق إحسانية إله الناس جملني وذا قلبا سليما من إحساني سيرتي جعلني أيا ذا العرش سددني ختمًا خطأني أيا رب الورى الأعلى تقبل دعوتي مني إلهي كل في فمي وفي التارين أسعدني أيا رحمن وارشدني وعلما نافعا زدني شكرا.